الإنسان ما يقتنص على الإمام الأمرتين حامل الإنسان اللي أمكان اللي أداني أمامه. أنا جهزت الشنطة للسفر. للسفر إن شاء الله. هاي أول مرة لبستهم في أول رحلة، بتاني رحلة إن شاء الله هلأ كمان. سكن طلع من اليمين. إحنا كنا مع بعض الجدار. كتام. طالعين خليتهم مكتب. فكل شيء هيك سوالي بتلاقيني مخبيهم. كل الاشياء اللي كنت اقراها بالكتب بالعقيدة حتى بالمسائل الشرعية الفقهية انا شفتها بالحج. شفت المحبة، شفت السلام، شفت هيدا المكان الواحد كيف مجتمع فيه من كل بلاد العالم من كل الألوان. ما بيميز الدين الإسلامي بين لون وآخر.